فوق فوق فوق. خد بالك طالع خرطوش تقيل خرطوش تقيل. ايه في حاجه ثانيه؟ روح المستشفى المستشفى. عليا 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 عليا. يلا قول لنا حاجه بقى وانت مصفي. ربنا ينتهي بالسلامه الدكتور ويك. مش عارف جاي انت قايم من الفجر ولا ايه؟ طب انت اتصبت ليه؟ اتصبت ازاي اصلا؟ اتصبت ازاي؟ مفيش. انا دخلت عند اخر المجمع كده، كان في ما بيني وما بينهم مثلا بتاع 10 متر مثلا، كنت بصور فجت بقى خرطوش تقريبا. انا افتكرت خرطوش هو اللي جه في عيني، بس لا هو جه في النضاره، فالنضاره اتكسرت فدخل الازاز في عيني. مش عارف تحس ايه؟ كنت حاسس ان في زي نقط سودا في عيني مش شايف بيها كويس لغايه ما راح يدق عارفوا يشيلوا. انا اصلا ما اعرفش ان في ازاز، انا بعمل كده بالورق بمنديل مليان ميه فلقيت في ازاز بس فشالوا الازاز. بس حاسس بجرح فيها يعني كان في دم من فوق يعني ما شفتش فيه دم، بس لا ما فيش دم خارج ايدي بس حاسس بجرح. كان في حد جنبك اتصاب طيب؟ لا انا كنت في الاول طبعا انت عارف.
طيب هما كانوا بيضربوا يعني ضرب مكثف ولا كانوا عبارة عن دفاع بس؟ لا 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 ضربوا ضرب، انا ما كنتش بضربهم اصلا، كنت بصور. لا لا بيضربوا يتعاملوا يعني. والمسيل الدموع اللي بيضربوه ده يعني نوع غريب قوي. لا شديد، ما صعب قوي، محدش بيستحمله. بص لتحت زي ما انت. ده لو حطيناها لا ده ما دام هي صح كده يبقى هي ارجع لها. نعم Thank you.